داخلين فندق جويل مطروح، حمام البسين كده قدام الفندق بالظبط. القعدة هنا البسين جميلة جدا. بص انا قاعدة على ايه؟ السباحة العالمية نور اللي بتغرق في شبر مية. دي الأقوى كمان. دخلة الفندق اهي، ندخل كده نشوف. ده الريسبشن، دي الطرقة كده. لكن التواليت اهو، في شاور بس نضيف جدا. نضيف قوي. الغرفة وهنا بيطل على البسين. بصوا المنظر، وبرده شايف البحر من هنا. التراس كده الفيو بتاعه برده رائع. ده الفيو كده من قرب. كده بقى الشاطئ هندخله ونشوفه من جوه. كده على البيتش، ده بيعملوا حفلات هنا بالليل. ده البيتش ذات نفسه جميل جدا، نضيف، الرملة فيه حلوة قوي. في ممشى، اجمل حاجه شاطئ مطروح يعني، اجمل حاجه. باراشوت حاسه ان هو هيقع علينا، نجيبه على الشط قوي. خراب. انتوا بشر. بصوا الشمسيه او الباراشوت فوقيها. كده خلاص بينزلوا من الباراشوت اهو، والمركب التاني ده بتاخد اللي بينزلوا وبتودي ناس جديده.